توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي يجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الأستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي انت، بكلمك انت. كيف جنابك؟ يا جاموسة أنا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الأخ اللي هتحبه كتير، عمري بيه أديب. عمورة ده راجل عسول وكيوت خالص. إيه رأي جنابك لو تعمل عندين أنت المزاريطة اليوم؟ والله فكرة مليحة، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقرة ونسموها اسألوا كبير. جديدة الآن جدية يا كبير. شوف هدلين التليفونات وطلع لي نمرة الدكتور عزة أبو عوف. يلا أمري جناء. دكتور ليه؟ ألف سلامة عليك يا جلوس الطين. عزة أبو عوف اللي هيطلع مع عمرو أديب في البرنامج. كلمه أنت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطة اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفه ياخد كام وشوف الديل إيه. طب لو ما ردش أو ما فاضيش شي كلم سامح الصريطي.